مدام وداد باش الفايز الفرقه نتاعك هي اللي فازت قبل واحد ان شاء الله. شنو الحمد لله شنو معناها السر النجاح هذا؟ اكيد هو المثابره والمبادره هي قبل كل شيء، التطوع اني تطوعت في الكورال هذا وخليته معناها نجح ومعناها وصلت استمريت فيه رغم العراقيل اللي حصلت لي فيه، ثم عراقيل وقفوا النشاط هذا وانا استمريت والحمد لله نجحنا، وهذا بفضل مجهود مش مجهودي وحدي، انا لا اؤمن بالمجهود الفردي، يعني المايسترو الصادق الاستاذ الصادق غربان معناها كسسواني زاد والاولياء ايضا انهم معناها مش مساهمه معنويه، نقول معنويه ماهيش ماديه لانه الاولياء ما ساهموش مساهمه ماديه، وهذا معناها النشاط يكون مجاني في المدرسه وهذا معمول به قانونيا معمول به، ونشكرهم الناس كل اللي دعم الكورال معنويا، هذا هو اللي نركز عليه انا لان الماده صحيح تنجح ولكن الامور المعنويه والتشجيع المعنوي هو لا اكثر ينجح الحاجه. مدام شفنا اللي الاكثريه الاغاني كتبتها انت. اي معناتها هو اكيد الاغرام والولع والشغف يكون سيد الموقف ايضا، لاني انا مغرومه بالغناء مغرومه بالكاتبه نكتب شعر نكتب ادب طفل موجه للاطفال، وانا عايشه في وسط الطفل، انا عايش يعني انا وخاله الطفل، وهذا ربما اللي خلق لي حس المرهف، يعني انا انتقل من الطفل الى روحي. معناها الكلمات تمس الرهف بتاع الطفل؟ اكيد خاصه تربويا يعني تخليها يعني تربيه وتعلمه وتحفزه وهذا المطلوب. مدام وداد الفوز هذا شنو باش يزيدك؟ تحيات. اكيد اكيد يزيدني كان حماس وتشجيع ويعني يزيدني اني نواصل على الدرب باذن الله، وحبي ديما عميق للاطفال هو اللي شجعني ايضا، وهو احنا كنا فايزين حتى زملائي اللي المؤثرين اللي ما فازوش واللي فازوا يعطيهم الف صحه، هما فايزين بتعبهم بمثابرتهم بمبادرتهم، هذا كله فوز انا نعتبره. اش قولك في التنظيم اليوم؟ التنظيم انا خاطر انا بيدي يعني نشطت الحفل ما تلهيتش برشا بالتنظيم، اكيد راهو فما ناقص شويه، فما شويه خاطر ضجيج الاطفال ديما عندهم زقزقه ما شاء الله، كما يعني مثل زقزقه العصافير. شنو الكلمه الاخيره تقولها النشاط الكورال هذا في النطاق المدرسي؟ نقولها للمسؤولين بربي يشجعونا دعمونا ماديا رانا نستحقوا، كما مثلا الازياء والله يعني ما نحبش نقولها اما المؤطر ساعات يدفع من جيبه، عاونونا دعمونا باش احنا نواصلوا لانه الدعم هذاك زاد عنده قيمته. مدام وداد باش نشكرك ونتمنى لك نجاح للنجاح. وانا زاد بدي نشكرك على التشجيع.